أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزل في الله ومرحبا يا سبن. اليوم إن شاء الله رح ندير معكم كريب كروستي شوكو بالشوكولا والشوفان. دي كريب لذاذ بزاف، تري تري بون غوسيت. نتمنى أنها تعجبكم. اللي أول مرة تزور القناة نتمنى أنها تشترك في القناة بالضغط على زر الجرس الموجود تحت أسفل الفيديو، ونطلب منكم إن شاء الله تشاهدوا الفيديوهات كامل من أول إلى الآخر، هذا جد مهم للقناة. دونك لي كريب هادوما سي دي كريب كروستي شوكو. كروستي شوكو يعني يجو مقرمشين بالشوكولا. دونك واش نسحقوا في هاد لي كريب؟ نسحقوا 150 غرام فارينة مغربلة سبيسيال كريب اونتي غريمو، 50 غرام دو فلوكون دافوان، 50 غرام تاع الشوفان. من الاحسن تستعملوا هذا الشوفان الابيض، هذا سريع الطهي. دونك شوفان بلون كي كوير فوالا رابيدمون. حبه بيض، زوج مغارف اكل سكر، ان اوف، دو كوير سوب دو سكر، ان باسي دو سيل، قرصه ملح، زوج ملاعق كبار كاكاو مر، دونك دو كوير سوب دو كاكاو نو سكري. و عندنا 40 سنتيلتر تاع الحليب، يعني مي با نص ريتلا، دونك فوالا 40 سنتيلتر ديالي. دونك هنايا راح نبداو نشرعو في الوصفه ديالنا. دونك هنا نكسر حبه بيض تاعي في هذا سالادي. دونك الوصفه هذه فيها غير حبه بيض، هكذا نزيد عليها قرصه تاع الملح، هكذا نزيد عليها شويه حليب. Donc je rajoute un peu de lait. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai du sucre. On rajoute le sucre. J'ai du farine à bit de lait. On rajoute la farine petit à petit. La farine. زيد الفرينة، زيدو ندير لانتيغنيم اونتخ لا فارين اي لو لي. دونك شوية حليب شوية فرينة، شوية حليب شوية فرينة، هكذا نخلطو مليح باش ميكونش عندنا لي كرومو. ولا سي جامي عندكم دي كرومو، سي جامي فوالا ندوزو نجوزو العجينه تاعنا دون ان شيما باسوار. نزيد الفرينه تاعي ضربه واحده، نزيد لها شويه حليب هكذا ونكمل نخلط. دونك هنا هاي لك لاباط تاعنا، واش نزيد لها؟ نزيد لها نزيد لها لي فلوكون دافوان شوفان هاملك. هادي دوك نخلطو، من بعد نزيدو الكاكاو ديالنا، دو كويارا سوب، زوج ملاعق كبار، نخلطو مليح. هنا دونك خليت لاباط تاعي ارتاحت نص ساعه، دونك جي ليسي ما بات روبوزي اون دميور. ابري جي ريشوفي اون بوال ا كريب، هنا سخنت مقلات تاعي خاصه باللي كريب وبديت نطيب فيهم وحده بوحده. فقط هنايا عندي ملاحظه، اذا كان شفتوا بعد ما ترتاح العجينه الا شفتوها خشانت، لانه لاباط تاع لي كريب في بعض الاحيان تتقال، تقدروا تزيدوا لها شويه حليب ابي بري اون لوش. انا هنا زدت لها اون لوش تاع الحليب. دونك سي فو فوايي كو لا بات لي ان بو لود، فو بوفي راجوتي ان بو دلي. لا فو كوم فو فوايي لي كريب سون بريت، جي زي ديكوري افيك دي فريز اي دو لا بانان، فو بوفي لي ديكوري افيك سكو فولي ان بو دو سوكر غلاس. هنا زينتها بالفراوله والموز والسكر غلاس، جاو مقرمشين وجاو بنان حلوين، جاو ما جاوش تقال بزاف وما جاش ما جاوش يعني بزاف سكري. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله.